الله الرحمن الرحيم. ذكرى الاستقلال لأي شعب هي ذكرى العزة والكرامة لديه. وفي البحرين نحن في 14 من أغسطس هي ذكرى عزتنا وكرامتنا. والغريب أن هذه الذكرى يحييها شعب البحرين بينما يهملها النظام الخليفي، وذلك لأنه تبعي للغرب، ولأنه لا يحمل حقيقة الاستقلال، وفاقد الشيء لا يحمله، وأيضا هو يحن إلى الاستعمار، بينما نحن في البحرين نتقد اهتماما، وهذا هو شعبنا يتجه إلى ميادين الثورة، ميدان الشهداء. نركز في هذه الذكرى العطرة المهمة على إسلامية الثورة في الاهتمام بحدودها وبشعائرها، وأيضا بالرغبة في تطبيق حكم الإسلام، حكم العدالة، وأيضا على وطنية الثورة. فنحن لسنا تبعا لأي محور من المحاور في المنطقة، بل نحن نبحث عن عزة وقوة شعبنا وحريته واستقلاله. وأيضا نركز في هذه الذكرى الهامة على حيوية الثورة، هذه الحيوية التي ينبغي أن نندفع لها جميعا، شبابا وشيبا ونساء ورجالا وفتيانا، كل في موقعه يقدم ما استطاع من عمل ومن اهتمام ومن حيوية. ونحن نحيي ثوار البحرين الذين يتحركون اليوم نحو ميدان اللؤلؤة، ميدان الشهداء. بارك الله فيكم وفي حركتكم المنتصرة. شعب منتصر.